ده سيروم الساليسيليك اسيد، حلو جدا في انه بيقضي على الخطوط الرفيعه. لو في عندك بثور سوداء بيضيعها، بيعمل تقشير خفيف جدا جدا جدا. طبعا انا بستخدمه بالليل، مش بستخدمه الصبح، على بشرة نظيفة. وتاني يوم الصبح بعد ما بغسل وشي بستعمل طبعا سان بلوك قبل لما انزل. سيرم رائع رائع رائع، هيعجبكم قوي قوي قوي، انا متأكدة. كمان انا مستعملة معاه الهيلورونيك اسيد علشان يديني ترطيب رائع للبشرة. بينا بقى نبدأ الفيديو. معايا 20 جرام من المونوبروبولين جلايكول، يعني 20%. هزيد عليهم 2% ساليسيليك أسيد، ودي أقصى نسبة أقدر إن أنا أضيفها. بما إن أنا بعمل 100 جرام، فأنا هضيف 2 جرام ساليسيليك أسيد. اتنين جرام بالظبط، وهدوبهم. وهسيبهم على جنب شوية. انا هستخدم 50 جرام مية مقطرة، اوزن 50 جرام مية مقطرة، وارجع اصفر الميزان تاني. خمسين جرام بالظبط، وأضيف عليهم 24 جرام من مية الورد. مية الورد طبعا بيديني ترطيب رائع، وكمان بيخليني مش محتاجة ان انا اضيف عطر. اضيف 0.5 جرام من الالانتوين. الالانتوين طبعا مانع تحسس وبيدي ترطيب رائع، وكمان بيقلل المسام الواسعة شوية. اقلبهم كده تقليبة بسيطة، وبعدين هاخدهم في المايكرويف يسخنوا علشان الانتوين ده يشف تماما. شايفين الانتوين شف تماما، ما بقاش باين خالص في المية. احنا هناخد جرام من بيكربونات الصودا، جرام بالظبط. هنا انا حطيته في المايكرويف لمدة 30 ثانية، زي ما انتم شايفين كده شف تماما كده. انا ضامنة ان هو بقى مش هيحبب تاني، او يعني مش الساليسيليك اسيد مش هيرجع بودرة تاني. خلاص اضيف 0.5 جرام من بيكرول WS1 مادة حافظة. طبعا لكم الحرية ان انتم تستخدموا المادة الحافظة المتاحة عندكم في بلدكم. اخر حاجة هضيف جرام من الهيلورونيك اسيد علشان يديني ترطيب، يعني ويبقى افيد للبشرة، وكمان يدي قوام حلو للسيرم. هضيف جرام من الهيلورونيك اسيد، يعني 1%، ضيفهم كده. ممكن اقلب تقليبة بسيطة، او ممكن اسيبه وهو هيمتص تماما يعني، بس انا بساعده كده شوية وبعد كده هغطيه واسيبه بقى ايه لغاية تاني يوم الصبح.
مهم جدا لو لقيتوا ان الساليسيليك اسيد بيرسب في اي مرحلة ان انتوا ترجعوه الميكروويف يا دوبك 10 ثواني، هتبصوا تلاقوه رجع تاني شفاف تماما. تاني يوم هبتدي بقى ان انا اعبي سيرم الساليسيليك والهايلورونيك اسيد بتاعي. البي اتش يا جماعة المفروض يكون من اول 3.5 لحد 4.5 علشان يجيب نتيجة، عشان يعمل علشان يعني يشيل البثور السوداء ويدي تقشير بسيط قوي، طبعا تقشير غير ملحوظ، لكن هو بيداري البلاك سبوتس البقع السوداء، وبيجدد خلايا البشرة. انا بحب طبعا ان انا استخدمه بالليل، مستخدموش الصبح، مستخدمش اي حاجة فيها احماض الصبح، لازم يستخدم بالليل على بشرة نظيفة. والصبح طبعا بنستعمل سان بلوك.